صاحب الجلالة يخاطبكم. يمكن استرجاع قادمين الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت التعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذلك لاتهاد الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. الواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصائص ملموس في البنيات التحتية والاستثمار والاستثمارات، تلف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي باعتبار مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة للصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. والسكك الحديدية رغم إشارات هذه الدول الشقيقة الإفريقية الشقيقة. شابي العزيز، نغتنم المناسبة لتقليد هذه الذكرى المجيدة لنجدد التزامنا بكنيسة مسيرة الخضراء ووفاءنا لقسمها الخالد.